غربا والشرق من الغرب الى الشرق للسيد والي صاحب الجلاله على جهه طنجة اسطوان الحسيمة واعطيت الانطلاق فادتنا وهي انطلاق مكثفه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا في هذا اليوم هذا كنعتبره يوم سعيد بالنسبه لمدينه طنجة وخصوصا اسره العاب القوى لان فعلا هذا حدث بامتياز. اولا الافتتاح وخا يعني عدم اكتمال يعني نهائيا الاشغال بها ولكن احنا جدا فرحانين لان ربما هذا ماشي يكون هو الدافع اكتمال الاشغال عن في القريب العاجل ان حتى حنا بغينا يعني من الاسبوع اللي يعني المقبل ان شاء الله نبداو التدريب هنايا الانديه تعمل التدريب ديالها في هذه الحلبه. اولا فعلا باش كنقول انا داير بالنسبه حدث مهم هو بعد اختفاء يعني الحلبه ديال المرشان عانت يعني العاب قوى يعني الامرين يعني الغياب في ديال يعني الاماكن فين يدربوا يعني العداء او العداءات الان اليوم ما عندهمش يعني واحد شي سبب ان يختبئوا وراءه يعني خصو يكون يعطيو وكل شيء متوفر تبارك الله في هذه القرية يعني المتوفر فيها جميع الرياضات وكن يعني كن نغتنم هذه الفرصة ونشكر السيد الوالي بالدفع يعني بهذه الحلبة بدون يعني بدون تأخر مسافة 1500 متر وكذا وكذا المدير الجهوي يعني الشباب والرياضة لان البارحه هذا اللي بدي نشري له ان وقعنا اتفاقيه ديال شراكه واللي من خلالها العصبه هي المسؤوله على تسيير ديال الحلبه وهذا يعني جديد بالنسبه لنا حنايا ان ربما اتفاقيات كتعمل بين الوزارات يعني على المستوى المركزي اليوم بحال واحد النوع من يعني لا تمركز جهويا هذا يعني امر جيد استحسناه الان بقينا غير حنا نكونوا حنا في المستوى ديال هذا الحدث ونبقاو شي يعني نبرروا يعني عدم ديال العطاء ديالنا لا مسيرين ولا يعني انديه ولا عداء ولا عداءات يعني يعني كل شيء كاين يعني متوفر اليوم يعني بالنسبه لنا وان شاء الله كنطلب الله التوفيق ووفقنا الله نكونوا يعني في حسن الظن ديال الجميع.